ربما يتصور الإخوان أو شباب الإخوان أنه عندما يتم كامل الاستيلاء على السلطة فربما تكون هناك تحركات أخرى في اتجاه إسرائيل أو ما إلى ذلك. هو لسه ما فيش استيلاء كامل على السلطة، فاضل إيه؟ لا ما فيش. نمرة واحد أنه لازم تشوف تقولي أنه في قوة في المجتمع المدني حتى وبدون تنظيم تقاوم. لازم تقولي أنه في أجهزة مهمة جدا في الدولة لم يتم الاستيلاء عليها. بتكلم على الجيش والأزهر، وانت بديت الاحتكاك بالأزهر اوريدي ابتدى. وربنا يستر ما حدش يغلط في حق الجيش ان شاء الله، يعني عشان ما فيش يعني مسائل تمشي. لكن حتى هذه اللحظة اذا كنا بنقول ان المؤسستين الرئيسيتين في مصر عبر التاريخ هما الازهر المؤسسة الرسمية للدين وهي القوات المسلحة الوسيلة الاساسية لحماية ميثاق العهد الاجتماعي الداخلي والحدود الخارجية، إذن فإن المؤسستين الكبيرتين حتى هذه اللحظة لم يجري استيلاء عليهم. والنهاردة في بنشوف اللي بتشوفيه في الأزهر هو مناوشات للاقتراب من مؤسسة الأزهر، لكن لم يحدث استيلاء كامل. ولو حدث استيلاء كامل كنت دخلتي في ما عرفش توصلي لفين، لكن أنا بعتقد أنه مش هيحصل.